السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شهيوات جزائرية. الوصفة تاع اليوم خبز الباي، وصفة تقليدية بلمسة عصرية. وقبل ما نروح نشوف الوصفة، نطلب منكم حبيباتي فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة اللي ما زالت ما اشتركتش. ما عليك غير تضغطي على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وإذا تكرمتي زيدي أضغطي على الجرس حتى يصلك كل جديد. نبدا في الوصفه تاعنا. المرحله الاولى راح نحضروا سيرو. نحتاج فيه كاس سكر. انا حبيباتي الكاس اللي خديته كمقدار يرفد 200 مليلتر. راح نضيف على الكاس السكر كاسان من الماء وقطعه ليمون. راح ندي الخليط تاعي فوق نار تكون متوسطه حتى يبدا الخليط يغلي، ونحسبوا له 10 دقائق بالضبط، وراح نطفي عليه النار. راح نوجدوا سنيوة تاعنا اللي راح ندخلوها للفول. انا حطيت فيها هذه القوالب الفرديه. نمروا للمرحله الثانيه. راح نجيب وعاء، راح نحط فيه كل مكونات الجافه. كاس من الفول السوداني محمص ومطحون رقيق، راح يجيكم حوالي 7 ملاعق، مع كاس مسحوق الخبز المحمص راح يجيكم 6 ملاعق كبيره، وملعقتين كبيرتين من جوز الهند، كيس خميرة حلوى وزن 10 غرام. انا هنا مسحوق الخبز المحمص او لاشابليغ استعملت هذا النوعية شافية. نخلطهم جيدا ونجبد الوعاء بجهة، وفي وعاء اخر راح نحط 4 حبات بيض مع 4 ملاعق سكر عادي، ونزيد عليهم مبشور حبة ليمون، او اللي ما عندهاش تقدر تضيف فانيليا، لكن من الاحسن انكم تعملوا مبشور ليمون. وراح نضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي او مضرب يدوي حتى يذوبوا كامل حبيبات السكر. وفي نفس الوقت نبدا نضيف الزيت. هنا عندي كاس من الزيت ما يعادل 100 مليلتر. نضرب في نفس الوقت، راح نزيد كامل كمية الزيت. وهنا كما راكم تلاحظوا حبيباتي السيرو تاعي مرت عليه 10 دقائق، راح نطفي عليه النار. وبعد ما كملت كمية الزيت راح نضيف المكونات الجافة اللي سبق وخلطناهم مع بعض، وندربهم جيدا حتى يتجانسوا كامل المكونات. هاوليكم الخليط تاعي كيفاش راح يكون. وراح نجيب كيس حلواني ونفرغ فيه الخليط، ونبدا نعمر ليمون بهذه الطريقة. ونديهم مباشرة للفرن يكون مسخن مليح على درجة حرارة 160 حتى 170، مدة الطهي 20 دقيقة. بعد ما تحمر خبز الباي تاعي راح نجبدو من الفور، ومباشرة راح نسقيه بالسيرو اللي يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا بالنسبة للسقي نحتاج 4 ملاعق كبيرة من السيرو لكل حبة خبز الباي. راح نشرب كامل خبز الباي بهذه الطريقة. وهنا التزيين حبيباتي اختياري، كل اخت واش متوفر عندها. انا زينته بعدة طرق او بالشي اللي كان متوفر عندي. وهاي لكم النتيجة النهائية حبيباتي، بزاف بزاف بنين خبز الباي ويناسب بزاف الشهر الكريم. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.